السلام عليكم شوبير دي زاد، مرحبا بكم. اليوم نبدلوا شويه، غادي نتكلموا على افتتاح تاع كاس العالم ونعطوا حوصله وخوصه خلاصه على البدايه تاع بدايه انطلاق عرس العالمي بروسيا وامام انظار الجماهير الحاضره في الملعب والملايين المشاهدين عبر العالم. كما يقول لك التنظيم سوف يكون بالفنانين الروسيين والموسيقار العالمي الروسي، وفانيك غادي تكون فانيك تقديم كأس العالم من الظاهرة رونالدو البرازيلي الذي تحصل مرتين على كأس العالم، اللي غادي يعطوا نكهة في هذا الحفل، اليوم غادي نشوفوا فانيك افتتاح مونديال روسيا 2018. نعطوا خلاصة على التنظيم وعلى التنظيم تاع الحفلة والتنظيم تاع كأس العالم للفرق وكلش. تتوجه الأنظار العشاق الكرة الروسية وبالتحديد إلى ملعب عشاق كرة إلى روسيا وبالتحديد إلى ملعب لوجاكي الذي سيعطي فيه اليوم إشارة الانطلاقة الصراع الكروي لمدة شهر كامل بين 32 منتخب للتعرف على من سيخلف ألمانيا. مش انا نقولوا بلي غادي الالمان تخسر ولا بصح رانا نعطوا زعما شكون يخلف الالمان، شكون يعطي الالمان على عرش الكره العالميه. موعد الكروي العالمي اكثر اهميه يعود بعد 4 سنوات ومعه نفس المنتخبات الكبيره تقريبا ما عدا ايطاليا وبنفس النجوم الذين تصنع الحدث الكروي في مختلف النوادي والبطولات والبلد الكبير مثل روسيا. يضمن نفس المعايير والظروف الاستثنائية لإنجاح نهائي بحجم مونديال بما يجعل الفرجة مضمونة في أغلب المباريات. علاه كي نتكلموا على الغيابات الفرق الكبيرة حنا تغيرنا بلادنا، حنا فين كنا رايحين؟ كنا ولينا فريق من الفرق الكبيرة، ولينا ننافسوا لي زوروبيا، ما على بالناش بالاوروبا، نلعب كونتر الالمان، كونتر اسبانيا، كونتر الانجليز، ما على باليش كونتر فرنسا، ما على باليش. مش كيما كان يشوفها بالشيخ، حنا كنا نشوفو بها بلي غادي نروحو بعيد، بصح بالشيخ شافها، كيما شافها كيما حطمها هو وماتش. مونديال روسيا يضع البرازيل من بين أبرز المرشحين للتتويج باللقب، ولو أن موضة الدعايات لكأس العالم تقول من سيسرق كأس العالم، شكون اللي غادي يخون كأس العالم؟ الدعايات، موضة الدعايات تطلق هذا الاسم، من هو سوف يسرق كأس العالم؟ في الإشارة على أنه يصعب المراهنة على المنتخب دون الآخر، وعلى أن العناصر المفاجئة خاصة وين كاين فرق تفاجئ حصان أسود تصيبه ديمي فينا تصيبك فينا، ما تكونش تقارع، ما تقارعش. حنا اللي فاتت كوب دي موند اللي فات كنا نقارعوا بلي البرازيل تخسر بسبعة، كنا نقارعوا بلي الالمان تربح الارجنتين في القاره الامريكيه، ما كناش نقارعوها، ما كناش نقارعوا واحد يهضر صح. حنا كاع كنا نعرفوا ديك القاعده، فريق في اوروبا هو اللي يدي كوب دي موند، فريق في امريكا اللاتينيه هو اللي يدي كوب دي موند، هذه زعما كانت قاعده، كانت مفاجاه. الالمان عرف كيفاش يلعب، كيفاش يفوز على البرازيل، وعرف كيفاش يفوز على يسموه على تاعنا على الارجنتين، كانت حنا نعرفوا كانت قاعده. سيكون انطلاقه الفرجه الكرويه التي سيصنعها على الاقل النجمان ميسي وكريستيانو مع المنتخبين الارجنتيني والبرازيلي على التوالي ما يزيد من قيمه كاس العالم، خاصه من ذكرت البرازيل فانيك كسموه نيمار واللعابة تاعهم، على ما يزيد من قيمة كأس العالم التي تشاهد أيضا أول كما نقولوا حنايا كأس العالم شاف أول إقالة قبل الانطلاقة وبالتعليق كنتكلموا
على اول اقاله زعما مفاجاه، وهو المدرب تاع اسبانيا بيومين ثلاثه، رئيس اتحاديه اتخذ قرار صعب، باقي لك يومين تلعب اونترينير لي فوق التربصات ودي يعرف كاع اللعابه، يعرف العقليه تاع اللعابه تما، قرار صعب شويه، قرار رجولي مش كيما عندنا حنايا الناس تحضر هما ينيغوسيو، هما غادي ينيغوسيو مع جيسكا وغادي ينيغوسيو مع انديه وغادي كيفاش. المنتخب الاسباني وفرض ميسي 30 سنه وفرض ميسي 30 سنه وكريستيانو 33 عام نفسهما في العقد الاخير كاحد افضل اللاعبين في التاريخ بفضل انجازاتهم مع فريقهم، فهل يمكنهم الانضمام الى العالم اساطير كرة القدم دون الفوز بكأس العالم في مونديال 2018؟ الفرصة الأخيرة للعبقري الأرجنتيني ميسي والملك الآخر كريستيانو لهذه المفارقة، ولا يتساويان، ما يتساواو سمعك باش دير، كل واحد وعنده الميزه تاعو، كل واحد وعنده اللعب تاعو، كل واحد عنده النظره تاعو، ما تجيبش دير ميسي يلعب كيما كريستيانو، كريستيانو يلعب كيما ميسي، كل واحد عنده الميزه تاعو، الغريزه تاعو، كل واحد عنده كيفاش يقدم في هذا نتكلموا حنا الخلاصه تاع افتتاح ومن سوف يسرق كاس العالم. ولكن كاين مفاجآت، حنا الناس قاعد تشوف في فالميليون، تشوف في كيسمو نيمار، تشوف بريزي، تشوف غادا يشوف في الالمان، واحد يشوف في الارجنتين، واحد يشوف كاين انجليز مازال ما هدرش، كاين بزاف دي زيكيب، كاين بزاف دي زيكيب اللي قادر يديروا مفاجأة كبيرة مدوية كاع، كاين بزاف، كاين البرتغال، كاين بزاف فرق اللي يديروا لك مفاجأة كبيرة، اسبانيا فرنسا كاين فرق عربية اللي نقارعوا لها فاني شكون، فرق مغربي اللي نشوف فيه هنا يدير مفاجأة، فريق مغربي اللي نشوف فيه يدير مفاجأة، غاديين حنايا كيما يقول لك ناصر تاع شمال افريقيا، حنا جزائريين ردوا الجميل، ناصرنا ناصرتنا مصر، ناصرتنا تونس المغرب، ناصروا حنا تونس والمغرب، خاطش علاه نعقل قدامنا لعبوا مع الروس في السعوديه كاع باغيين الروس يربحونا، في قطر كاع باغيين الروس يربحونا، كاع ولاو يحوسوا يربحونا، مين ربحنا ولاو زعما كاين كل واحد اللي سهل عليه، حنا المهم ناصرو تونس والناصرو المغرب، انا كيما هكا تما جميل، حنا جزائريين نعقلوا على الخير ردوا الجميل، بنادم ما يسالنا هذا الدين نردوا الدين، دين واحد يسالك رد له، هذه هي نتكلموا حنا كي رانا نتكلموا على هذه، ولم تكن القرعه رحيمه لممثلين القاره السمراء اذ باستثناء مصر والسنغال الذين يملكون حظوظ اجتياز الدور الأول، وأوقعت المنتخبات المغرب بمدربها الفرنسي رونار الذي لم تستقبل شباكي أي هدف في التصفيات، وتونس مصنفة 12 عالميا، ونيجيريا في هذه المجموعة حيث يتعين عليهما تحقيق الإنجاز والعبور إلى الدور الثاني، خاصة وين تونس والمغرب نتمنى ان شاء الله بربي نشوفهم في الدور الثاني، على ذيك رد جميل، الناس كيما يقول لك يسالوك ترد لهم جميل تاعهم، هذه هي، وان شاء الله نستمتعوا بكوب دي موند، ننساو شويه هموم تاع الناس اللي ما عندهمش، الناس اللي ما عندهمش الكفاءه، نشوفوا كيفاش الناس تلعب، كيفاش خطط جديده، كيفاش نشوفوا، نندموا على كريستيان غوركيف لي ضر وقف الهداف هم يشكروا فيه، الشرق يشكروا فيه، نساو ويبغوا ينسوا الشعب الجزائري، لازم ما تنساوش الشعب الجزائري، باللي هادو هما اللي حطموا غور كيف، وشوف كي بداو يشكروا فيه، شوف غدوه ان شاء الله تشوف بوحنيكا يشكر فيه، غدوه تشوف في الشروق يشكروا فيه، خاطش علاه تجيهم من الفوق يقولوا لهم شكروا غور كيف، كي راهم يشكروا فيه يقولوا، وانا نقول لكم ما غاديش كاش اللي يجيكم، كاش اللي يجيكم، ما كاش اللي يجيكم، الناس سمحوا فيه راهم هربوا، ما كاش اللي يجيكم، هذه هي، وهذا هو كاس العالم.
وصحيتو، وربي يحفظكم، وإن شاء الله نستمتعوا معكم. صحيتو.